رياضيا بقى رؤيتك ايه للدوري السنه دي والمنافسه بين الاهلي والزمالك؟ شايف انها هتستمر لحد النهايه ولا هيبان البطل من الفتره اللي جايه؟ لا بص، هي المسابقه لن تنتهي الا في مع اخر صفاره في اخر في اعتقادي الشخصي. النقط قريبه جدا، المستويات متقاربه، مفيش حد بعيد عن حد، مفيش حد فارق عن حد. ده اللي بيحصل. اتمنى ان شاء الله باذن الله الدوري طبعا للزمالك اتمناه، ولكن المنافسه هتبقى قويه وشرسه اكيد بدون شك يعني.